السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عمر من موقع أندرويد أريبيا. اسمحوا لي في الفيديو ده أقدم لكم فيديو فتح صندوق واستعراض لجهاز من كينغستون، جهاز جميل بيقدم مجموعة من المميزات الجيدة المجتمعة في جهاز واحد. هم هنا قايلين ان هو 5 في 1. خلونا نستكشف الأول فتح الجهاز وبعد كده نقول لكم ايه الخدمات اللي ممكن يقدمها لكم لو حبيتوا ان انتوا تقتنوا جهاز زي ده. المحتوى بتاع الصندوق زي ما احنا شايفين كتالوج خاص بكل ما تريد معرفته عن الجهاز نفسه وكيفية تشغيله. الجهاز نفسه هنرجع له تاني، و ادابتر علشان تحط فيه كارت ميموري مايكرو اس دي لو معاك، لكن هو هنا جايب لك الادابتر فقط ومش جايب لك كارت ميموري اضافي، جايب لك ادابتر في علبة والشاحن بتاع الجهاز شاحن عادي زي اللي بيستخدمه في تليفونات اندرويد او ويندوز فون اللي هو المايكرو يو اس بي تو يو اس بي. ده معمول علشان تشحن بيه البطارية بتاعة الجهاز نفسه، او تقدر ان انت تستخدمه لو حابب علشان تشحن موبايل اندرويد او ويندوز فون. دي المحتويات بتاعة الصندوق، خلونا نشيلها على جنب ونرجع للجهاز نفسه. انا بقول عليه الجهاز لان الحقيقة هو ليه استخدامات عديدة، فمش قادر اقول هو ده ايه، يعني مش قادر اقول عليه باور بانك، مش قادر اقول عليه مسمى ما، لان هو متعدد الاستخدام. اولا هو بيتيح لك ان انت تقوم بتوصيل فلاش ميموري علشان تستعرض ما فيها، او اس دي كارد علشان برضو تشاهد المحتوى اللي بداخلها. ممكن من المدخل بتاع اليو اس بي اللي هيبقى مخرج توصل كيبل علشان تشحن بيه موبايل خاص بيك ويبقى اصبح باور بانك. السعة بتاعته 4600 ملي امبير. ممكن تستخدمه واي فاي راوتر لو قمت بتوصيل انترنت او كيبل الانترنت العادي بتاعك المنزلي علشان يقوم بتوزيع الانترنت وايرلسلي لخمس اجهزة. فهو دي الاستخدامات بتاعته. هما زي ما احنا او زي ما انا قلت هما كبينها على العلبة 5 في 1، ان هو بيخليك تكبر السعة الخاصة بالستورج بتاعتك عن طريق ان انت تضيف زي ما قلت يو اس بي او مايكرو يو اس بي او اس دي في المدخلين الخاصين بيهم. باور بانك بسعة 4640 ملي امبير، او ميديا ستريمينج تقدر ان انت تتفرج على فيديوهات او تسمع موسيقى او تقرأ الفيديوهات او الموسيقى. والخيار الخامس الواي فاي اكسس بوينت عن طريق ان انت بتوصل الكيبل الخاص بالانترنت وبعد كده يقوم باخراجه هو واي فاي. خلونا نوصل كارت اس دي كارد علشان نشوف هل هنقدر ان احنا نقرا المحتوى اللي عليه، و يو اس بي فلاش ميموري، وبعد كده نضغط على زرار الباور علشان يبدا يشتغل. زي ما احنا شايفين الزرار بتاع البطاريه نور والزرار بتاع الكره الارضيه، المفترض ان زرار الواي فاي نفسه كمان ينور. هنسيبه ونروح للموبايل اللي نكون نزلنا عليه بالطبع برنامج موبايل لايت. هنفتح البرنامج وهننتظر لحظة علشان يقوم بالبحث على الجهاز. طبعا
احنا شايفين الجهاز بدأ ينور الاشارة بتاعت الواي فاي، ظهر الجهاز اهو MLWG2 2FCC. بعد كده هنضغط عليه وننتظر لحظات علشان يتم الاتصال ما بين الموبايل وما بين الجهاز. ظهر هنا الخيار الاول لو حابب ان انت تغير الاسم بتاع الشبكة اللي هي الخاصة بيه، انا هخليها زي ما هي وهضغط على نيكست. وبعد كده بيطلب مني ان انا اختار باسورد جديدة، خلوني اكتب الباسورد وبعد كده اعمل كونفيرم باسورد وبعد كده بضغط على فينيش. بيطلب مني الانتظار للحظات علشان يقوم بتحديث الاعدادات الجديدة اللي انا اخترتها. بعد كده ظهر عندي اليو اس بي درايف والاس دي كارد والاوفلاين. اليو اس بي درايف اللي هو اليو اس بي ده انا حطيت عليه محتوى بسيط علشان اشوف هل هيتم استعراضه ولا لا. خلونا نشوف فيديو ام بي 4، وبالفعل تم تشغيله. मजदूरी करके अगर मेरे बीवी मेरे बच्चे मेरे माँ बाप अगर खुश रहेंगे तो मैं हमेशा इधर ही रह सकता हूँ। सर इसलिए करते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं। تم تشغيله بنجاح. طيب خلونا نرجع باك. هنشغل ملف MP3. وبرضه تم تشغيله بكل سهولة بدون تعليق او اي حاجة. السرعة فيه ممتازة. خلونا نروح للاس دي كارد علشان انا حاطط عليه شوية صور. خلونا هو نفتح الصور، بتفتح بسرعة وسهولة كأني فاتح من الموبايل، وده بيتيح ليك سهولة كبيرة جدا في التعامل مع الجهاز. هنا هنلاحظ شوية تعليق بالرغم ان هو كان الاول فاتح الصور كلها بشكل سلس، لان الصورة دي حجمها كبير. الصورة بتاعتي ديت حجمها كبير شوية، فهو احتاج شوية وقت علشان يحملها. الصور ديت متاخدة بكاميرا دقتها 18 ميجا بيكسل، فالصورة نفسها حجمها كبير، لكن الصور الباقية ديت خفيفة ففتحها بسرعة. يعني ده بالنسبة لليو اس بي درايف والاس دي كارد. الاوفلاين ده بقى الذاكرة بتاعت الموبايل بتاعي اللي اقدر اتصفح منه كل حاجة موجودة على الموبايل بتاعي. طيب هل في امكانية ان انا مثلا صورة زي دي ان انا انقلها على الكارت الميموري او غيرها؟ خلوني اجرب كده. هضغط على شير. لا دي علشان اشيرها. طيب تمام. هنا انا اخترت الصورتين دول وبعد كده هضغط على الايكون اللي احنا شفناها فوق ديت، وهو هنا بيطلع لي خيار انت عايز تنقلها فين. عايز تنقلها على اليو اس بي درايف، على الاس دي كارد، او على الاوفلاين. فخلوني هضغط على اليو اس بي درايف وبعد كده بختار اما كوبي هير او موف هير زي ما انا عايز، لو عايز انسخها او عايز انقلها من التليفون. وده بيتيح ليك بسهولة ان انت تنقل المحتوى بتاع التليفون بتاعك على يو اس بي كارد، يو اس بي درايف، او على اس دي كارد بدون الحاجة لوجود كمبيوتر، علشان لو حابب ان انت تعمل باك اب من الصور او الفيديوهات اللي انت صورتها على الموبايل بتاعك وتنقلها بدون الحاجة لوجود كمبيوتر. ده كان استعراض سريع لمميزات هذا الجهاز الجميل من كينغستون.
الجهاز ده متوفر في مصر ب 399 جنيه اعتقد في موبايل شوب، احنا جبناه من امازون واعتقد ان هو وقف اغلى من مصر، فانصحكم ان انتوا لو عايزين تشتروه اشتروه من مصر ارخص، وقف عليا بحوالي 400 وشوية بعد الجمارك والضرائب العظيمة في مصر. فاذا حبيتوا ان انتوا تشتروه اشتروه من موبايل شوب ارخص ب 399 جنيه. بشكركم ونلتقي في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.